لو هنروح بقى على طرق العلاج، عشان احنا دايما يعني نقول الاسباب والاعراض، لكن في النهايه لازم ندي امل لاي مريض عنده ذبحه صدريه. ايه طرق العلاج؟ اول حاجه الوقايه خير من العلاج. لو نقدر نعمل الوقايه السليمه زي ما قلنا طبعا، والكلام انا عارف ان هو كل التخصصات بتقول الكلام اللي هو تمشي كل يوم نص ساعه لساعه، تلعب رياضه، تبعد عن الاسترس، تنام كويس، تاكل كويس. تاكل كويس يعني طبعا. احنا عندنا كونسبت كده في الاكلات المصريه، اللي هو كل ما تكتر سمنه وكل ما تكتر دهون كل ما الاكل يبقى حلو. لو سمحت فكرني بالسمنه البلدي، المصريين يعزوا السمنه البلدي جدا وشايفين ان هي يعني ايه ما تجيش منها اي شر، لانها بنت حلال كده يعني. بلدي. لا سمنه بلدي طبعا. بص السمنه المهدرجه اسوأ حاجه، يليها طبعا السمنه البلدي. المفاجاه كمان الزبده، الناس كانت تقول لك الزبده دي يحصل فيها حاجه، ما الزبده بيسيحوها عشان يعملوا منها سمنه. كل ده سيء جدا. احنا بنحط نقطه زيت عباد شمس او ذره، نقطه زيت طبعا في يعني في الطاسه زي التيفال، ونعملها بالفرشه بتاعت زيت ده لو اضطرينا نجد. طبعا يا ريت لو نزود في السي فود زي السمك، مش الاستاكوزا والجمبري، السمك اللي معمول بنقطه زيت كده او المشوي افضل كمان، ده افضل بكتير.